في الشرع الإسلامي إذا ابن وضع رجل على رجل أمام أبيه تسقط شهادته في المحكمة، تسقط شهادته في لا تقبل له شهادة في المحكمة. تعرف لماذا؟ لأنه فعل فعلا لا يليق بأمثاله، وهو أنه جلس جلسة المتكبرين أمام أبيه، فما دام أنه عق أباه تسقط شهادته في المحكمة. يا الله. في التعليم الإسلامي، التعليم الإسلامي يمنع منعا باتا أن تأكل قبل أبيك، أو تشرب قبل أبيك، أو تدخل قبل أبيك، أو أن ترفع صوتك أمام أبيك. في التعليم الشرعي، هذا التعليم بدنا اليوم، مش بدنا رياضيات وعلوم. الرياضيات والعلوم موجودة، واللغات موجودة، والإنجليزي موجود، والفن والرسم موجود. نحن نحتاج أن نعيد القيم إلى أبنائنا. لا يجوز لك شرعا أن ترفع صوتك ولا أن تصوب نظرك إلى أبيك. لا يجوز أن تصوب نظرك. أربعة النظر إليهم عبادة: الوالدين والمصحف والكعبة والرجل عالم. لكن أي نظرة؟ نظرة الإجلال والاحترام، نظرة الإجلال والاحترام. إحنا اليوم لا ينقص التعليم، مدارسنا مليانة، لكن ماذا تخرج؟ في شرعنا الإسلامي لا يجوز لك أن تدير ظهرك لأبيك.